تالت حاجة شباب موجودة عندنا أو تالت نوع عندنا في الأري هو Array of Array. تعالوا كده نفهم يعني إيه Array of Array. حضرتك لما كنت بتعرف مثلا على سبيل المثال سنجل أري زي ده مثلا عند الإندكس 0 1 2 كان معروف ان عند الاندكس ده بيشاور دايركت على الفاليو مثلا 10، ان ده بيتشاور على الفاليو 20، ده بيتشاور على الفاليو 30. ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن اري، صح؟ طيب هل ينفع الاندكس ده يا جماعه اللي هو بدل ما هو بيشاور على فاليو واحده بس يشاور على اري تاني 20 30 20 مثلا 40 30 مثلا 50 70 90؟ بص كده، مش ده عباره عن اندكس اللي هو اندكس اوف زيرو كان باي ديفولت كان بيتشاور مثلا على 10 بس، فده كان عباره عن بيمثل سنجل دايمنشن اري. طب تخيلوا يا جماعه ان الاندكس بتاعنا ده لا، كل اندكس بيتشاور على اري. هو مش ده عباره عن اري وده عباره عن اري؟ يبقى ده اقدر اقول عليه ان ده اري اوف اري. طيب هل لازم كل اري عندي يا جماعه يشاور على عدد من الايتمز يكون كل اري هنا عدد الايتمز فيه واحده؟ لا، ده انت ممكن هنا تبقى ثلاثه وهنا ممكن اثنين وهنا ممكن اربعه ايتمز زي ما انا عاوز، ولكن بشرط بقى يا جماعه ان كلهم ايه؟ يكون ليهم نفس الداتا طيب اللي كنا بنسميها يا شباب هيموجينيوس. تعالوا يا جماعه نعمل شكل معين زي اللي انا عامله دلوقتي ونقدر نعمل له ديفينيشن. ده اندكس اوف 0 اندكس اوف 1 2 ده كده يا جماعه هيشاور على اري في 20 مثلا و30، ده يشاور على 10 و5 و6 مثلا، ده يشاور على 1 2 3 4. تعالى كده يا جماعه عرف الشكل ده، كان ده عباره عن سنجل دايمنشن صح، وده عباره عن سنجل دايمنشن، يبقى ده اري اوف اري صح. اسميه اي اسم، ايه مثلا؟ بتساوي نيو انت. المفروض لو ده كان سنجل دايمنشن يا جماعه كنت بحط هنا عدد الايتمز اللي هو كام؟ 3، والقوسين دول يا جماعه اللي هم عدد الايتمز بتوعه كام؟ بتوعه ايه؟ الاري التاني اللي انا بشاور عليه صح. طب هنا يا جماعه انا ما اقدرش احدد عدد الايتمز اللي عندي، لان ده ممكن يكون 2 ده ممكن يكون 3 4، هتكون عدد الايتمز اللي عندي متغيره صح. علشان كده انا هسيبه هنا يا جماعه فاضي. اوكي، طب لما حضرتك تحب تست مثلا اي اوف 0 لما كان ده سنجل دايمنشن عادي كنت بتحط 5 صح. طيب ده يا جماعه انا عاوز اشاور على اري مثلا، اقول له نيو مثلا انت قوسين مثلا، واقول له مثلا 20 و30. اوكي، طيب a اوف 1 بتساوي نيو انت، واخليه مثلا يشاور على 10 و5 و6 وهكذا بالنسبه مين؟ للتاني ده. تعالوا كده نبص مع بعض. انت array اوف array اي تشير مثلا اهو بتساوي نيو انت عدد الايتمز اللي عندي الاندكس 2، طبعا كل اندكس من الاثنين دول بيتشاور على اري ولكن عدده غير محدود، فانا مش هكتب هنا يا جماعه الكاونت بتاعي. اقول له اي تشير مثلا اوف 0 بتساوي 1 11 مثلا 22 33، اي تشير مثلا في 1. طبعا لو انت جيت تعمل الشكل ده مش هينفع، لازم تعملوه يا جماعه بالشكل ده نيو انت عشان تفهموا ان ده اوبجكت. اوكي يا شباب، اي قيم بقى زي ما انت عاوز 66. لو انا جيت يا شباب عاوز اعمل ريتريف، يبقى انا محتاج علشان اعرف اعمل ريتريف يبقى محتاج تو نيستد لوب. اللوب يمشي على كل اندكس وكل اندكس يدخل جوه
لوب يجيب اللي جواها، كأن أنا بمسك كده الاندكس اوف زيرو واللوب بتاعتي تدخل علشان تجيب 20 و 30 اندكس عند، امسك عند الاندكس اوف 1 وبعد كده تجيب لي 10 و 6 و 5 مثلا و 6 وامسك عند الاندكس اوف 2 واجيب الفاليوز اللي بعد كده. تعالوا نعمل اللوب بتاعتنا هنا. طبعا اقدر اقول له ايت شير دوت لينس لان انا ما عنديش 2 دايمنشن. والفور لوب يا جماعه اللي هي اللي موجوده جوه اللي هي نستد اللي هي الانر اللي موجود عندي، عدد الايتيمز بتاعتي هيكون عباره عن ايه؟ بصوا يا شباب، مش انا هنا يا جماعه اي دي بتمثل، لو قلت لك اي اوف زيرو دي بتمثل ايه يا جماعه؟ الاري اوف زيرو صح؟ عند الاندكس اوف زيرو. قلت له دوت اللينس، يبقى هو كده يا جماعه عند الاري اوف زيرو انا هجيب اللينس بتاع كام؟ يبقى 2. طب لو قلت له اي اوف 1 هات لي اللينس بتاعها هيجيب لي 3 وهكذا هيجيب 4. يبقى انا محتاج يا جماعه لما اقول له الكونديشن بتاعي اقول له ايه؟ اقول له اي تي شير اوف الاندكس الاي دوت اللينس، لان في النهايه هيكون عندي 0 و1. اي تي شير اوف 0 دوت اللينس، اي تي شير اوف 1 هيجيب لي دوت اللينس. بعد كده اقول له كونسول دوت رايت، ممكن اقول له رايت واقول له مين بقى؟ واقول له اي تي شير اوف الاي اوف الانر معايا. وبعد كده كونسول دوت رايت لاين، ممكن طبعا اسيب مسافه ما بين ايه كل واحد كده. كنترول اف 5، شايفين الشكل بتاعنا ايه؟ طلع لي اول اندكس عندنا في 11 و12 و22 و33 وهكذا مع بقيه الايتيمز اللي موجوده. دي بنمثلها يا جماعه في حاجه اسمها زي ما احنا قلنا عليها array of array.